مع تحديد وجهة البوصلة البرلمانية في العراق، ماذا عن الحكومية؟ وهل تتجه الأمور لكسر قاعدة الحكومات الائتلافية والتوافقية نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية؟ أمام التجاذبات السياسية اللامتناهية التي تطغى على المشهد السياسي العراقي، وبعد الفوضى التي سادت الجلسة الأولى للبرلمان، يمكن رصد متغيرات جوهرية في العملية السياسية. فبعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب ممثلا للمكون السني ونائبيه شيعي وكردي وسط مقاطعه قوى الاطار التنسيقي، يرجح خبراء ان يتكرر السيناريو مع انتخاب رئيس الجمهوريه الجديد والذي سيكلف بدوره رئيس الحكومه المقبله بتشكيلها. فهل الوقت الان لحكومه اغلبيه في العراق؟ حكومه الاغلبيه اللي شكلت في معالمها الاولى بانتخاب السيد الحلبوسي من 200 نائب يدلل مما شك فيه أن هناك تحالف أفق طولي يبدأ من التيار الصدري ويمر بالتحالف السني أو جزء من التحالف السني مرورا أو ينتهي عند التحالف الكردي. هذه البوادر الأولى لتشكيل هذه الحكومة يدلل أننا ماضون باتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية باختيار رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء بالطريقة نفسها بعيدا عن المحاصصة، وإن كان هذا العمل يغضب بعض الجهات ومنها الإطار التنسيق التي تبحث عن حكومة توافقية يكون لها وجودا فيها. وبعيدا من شكل الحكومة، من هم المرشحون الأوفر حظا لتولي المنصب بحسب الكاتب والصحفي أحمد الحمداني الذي توقع حدوث مفاجآت؟ من المفروض أن يقدم الكتل أكبر مرشحين لرئاسة الحكومة، وهذا هو استحقاق دستوري. يبقى من سيقدم وكيف، لحد الآن لم تخرج معطيات واضحة لهذا الموضوع. هناك مرشحين مطروحين في الساحة العراقية، المرشحين الأقرب هم سيد الكاظمي بعد انتخابه مرة أخرى، وأيضا هناك حديث عن حيدر العبادي وسعد العيداني، وممكن تكون هناك مفاجآت في موضوع رئاسة الحكومة، لكن بالتالي هي عملية استحقاقات دستورية حول الانتخابات. الرسائل التي حملها البعض في التهديد والوعيد هذا يسبب إشكالات تجاه الحكومة. أتوقع من المفروض أن يكون هناك تلاحم في البيت الشيعي العراقي. ومع انتخاب رئيس مجلس نواب جديد وسط مقاطعة قوى الإطار التنسيقي، يرى مراقبون أن ما حدث يحمل مؤشرات على تراجع الدور الذي لطالما مارسته قوى إقليمية في العراق، لا سيما في هندسة حكوماته، وأن ثمة ملامح لتبلور تحالف عراقي عريض أضلاع مثلثه هم الصدريون والأكراد والسنة، مع انكماش تأثير الفصائل وواجهاتها السياسية.